450,000 ديال المنتجين. هذا قطاع حيوي، فالقطاع مهم كيشغل عدد كبير من يد العاملة، والحمد لله المنطقة ديالنا كتمثل واحد كتعطي واحد الجودة. أما فيما يخص بعض الإشارات لهذا المنتوج، فهي إشارات ليس في محلها، وما حنا ماشي في ما حنا ما بغيناش ندخلوا في هذا الأخذ والرد. الحليب هذه قرون، والحليب فلاحة سميتو واحد المادة كيشربها كلشي. ما هي الأسباب وشنو هي الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية؟ شوف المهم انا كنضمن لك انا كنشرب الحليب، ولادي كيشربوا الحليب، وغادي نبقى نشرب الحليب. الا ما فيه حتى شي ضرر خصنا نشجعو، نقدروا نقولوا لهم يديروا لنا داك السكرو ورابعه وداك الشيء رجعوا الحليب، ولكن احنا كنشجعوا استهلاك. لماذا تم استهداف شركه معينه دون باقي شركات اخرى؟ المهم انا من الاحسن الاسئله زعما نتفاداوها. حنا نتوما عندكم واحد الدور جد مهم من حيث الحاجه اللي معقوله راه معقوله، والحاجه اللي ماشي معقوله. الحليب انا كنقول لك جميع المواطنين المغاربه كيستهلكوه وكيستهلكوه. نتوما كتشوفوا غير في رمضان شحال كيستهلكوا الحليب، كاين كيشرب يطلع في الاسبوع كيشرب جوج لتر في النهار هو وليداتو. فلهذا زعما ما نبقاوش البلاد ديالنا الحمد لله قطعنا اشواط جد مهمه في النمو، في التطور، في التقدم، في الاستثمار. ما خصناش شي حاجه اللي تحبس في الطريق، تحبسنا في الطريق. بالنسبه للتلفاز رقم ديالكم والمساعده ديالكم والمجيء ديالكم للزياره ديال المعرض، هذا الملتقى اللي كتعرفوا كيلعب واحد الدور جد مهم في تعريف المنتوجات المجاليه والمحليه، وكذلك باش كيدخل هذه المنتوجات ديالنا الاسواق، لا الاسواق الوطنيه والاسواق الدوليه والتثمين ديالها. فكيلعب دور كذلك مهم ديال التواصل وديال تبادل التجارب ولماذا لا الصفقات اللي كترجع على البلاد ديالنا وعلى المنطقه ديالنا بالخير. وكتعرفوا المنطقه ديالنا جهه اللي لها مؤشرات جد مهمه في الاستشاره في الاستثمار، الاستثمار هو اللي كيخلق فرص شغل. فالمؤهلات ديالنا كتعرفوها، المنطقه اللي في نفس الوقت منتجه وتسوق اكبر عدد من المنتوج، 45% ديال الانتاج ديال اللحوم البيضاء، 40% ديال الشمنظار، 24% ديال الحبوب، 20% ديال الخضار، كتجعلها منطقه ديال التنميه الفلاحيه اللي كتلعب دور قطره ديال الجهه ديالنا. 146 هكتار ديال السقي، ديال المساحه السقيه، 15.8 ديال الناتج الخام الفلاحي. هادو مؤهلات كتجعل المنطقه ديالنا منطقه رائده. المساهمه ديالنا جوج الرواق ديالنا في جوج ديال الاقطاب، قطب ديال المنتوجات في المؤهلات ديال المنطقه اللي كنقول لكم كنحاولوا نعرفوا بها وندخلوها في السلسله ديال التسويق. والقطب الثاني وهو خاص بالشعار ديال المعرض اللي هو اللوجيستيك والاسواق الفلاحيه. فالحمد لله المنطقه ديالنا كتوفر على اكثر من 45% من الصناعات الغذائيه للصعيد الوطني. بالموازاه لهذا قمنا بواحد البرنامج ديال الزيارات، فرقنا حوالي 10,000 دعوه للفلاحه والاطر مهنيين وكذلك الصحافه والمجتمع المدني. والحمد لله الوجود ديالكم اليوم كيتبين لكم بان الحمد لله المغرب قطع واحد الاشواط جد مهمه، والمعرض سنه على سنه كيتحسن. هذا العام هذه 1711 رواق، 68 دوله، حنا شاركنا 100 منتوج، 15 تعاونيه ديال المنتوجات المحليه، كذلك بالاضافه الى واحد النوع ديال الابقار وديال الحليب وديال اللحم اللي كاينين في الرواق ديال تربيه الماشيه. بصفه عامه نتمناو ان شاء الله باش النتائج تكون نتائج جد مرضيه، خاصه والمعرض كيدوز في واحد الموسم فلاحي جد مهم لمنتوج مهم ديال الحبوب اللي حنا كنمثلوا فيه اكبر قسط 26%، حوالي 25 مليون قنطار على واحد 98 مليون قنطار على الصعيد الوطني. نتمنى الله التوفيق ونتمنى لكم مقام سعيد في الكناس، ومرة أخرى أرحب بكم.